لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. إذا مرت 50 عاما على جريمة أحراق المسجد الأقصى، كيف تقيم حال الأقصى اليوم بعد مرور هذه 5 عقود الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المعركة في المسجد الأقصى وعلى المسجد الأقصى في احتدام. كنا في عام 1969 في حريق واحد، وحريق العمران، حريق مكونات المسجد الأقصى المادية، بينما نحن اليوم أمام جملة حرائق يشعلها الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى. هي حريق الاقتحامات والحفريات والتدخل في شؤون المسجد الأقصى ومحاولة يعني عزل الأوقاف الإسلامية وإسقاط وصاية الأردن والوصاية الأردنية الإسلامية على المسجد الأقصى. إذا تحديات وحرائق مختلفة اليوم تهدد المسجد الأقصى، لكن بالمقابل هناك أيضا هبات فلسطينية مواجهة مقابلة تتصدى للاحتلال الإسرائيلي، تحاول أن تبدد دخان الحرائق الإسرائيلية. إذا نحن اليوم نتحدث عن معركة حقيقية، كل يوم تشتد احتداما هذه المعركة. هذه المعركة لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي إلى الآن حسمها، وما زالت محتدمة في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى. نعم، في هذا السياق كيف يفسر التصعيد الأخير على المسجد الأقصى وتضييق على المقدسيين؟ الاحتلال الإسرائيلي اليوم أمام حقيقة مرة يقف عندها، هو أنه على الرغم من مرور 50 عاما على إحراق المسجد الأقصى، وعلى الرغم من مرور 52 عاما على احتلال المسجد الأقصى عام 1967، لم يستطع إلى الآن أن يفرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى. ولذلك اليوم هو يريد أن يحسم مصير المسجد الأقصى بشتى الطرق والوسائل، يصعد سياسيا وأمنيا ودينيا وقانونيا على مختلف الصعد وبكل الوسائل من أجل فرض سيطرته على المسجد الأقصى. الرسالة التي أراد الاحتلال الإسرائيلي إيصالها مؤخرا من خلال الاقتحام السافر في أول أيام عيد الأضحى، نعم، هي أنه هو صاحب السيادة على المسجد الأقصى. هو يريد أن يقول ذلك، أنه هو المتحكم بشؤون المسجد، هو المتحكم بمن يدخل إلى المسجد، هو المتحكم بمن يقتحم المسجد، هو المتحكم بمدة بقاء المصلين داخل المسجد الأقصى. ما السبل الفلسطينية والعربية لمواجهة هذا التصعيد الأخير تحديدا واستهداف المسجد الأقصى والمقدسيين؟ لا سبيل أمامنا جميعا سوى تعزيز معادلة الردع للتصدي للاحتلال الإسرائيلي، وهي معادلة مبنية على تعزيز الجهود المختلفة، الجهود السياسية والإعلامية والقانونية والميدانية والاجتماعية والجماهيرية والمقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يتراجع عن غيه وغطرسته ضد المسجد الأقصى إلا إذا شعر أنه يدفع ثمنا لهذه الاعتداءات. ولذلك نحن اليوم نقول يجب أن نمكن وأن نقوي معادلة الردع، أن نقوي صفنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الصعد والمجالات، وأن نبني استراتيجية مواجهة للاحتلال الإسرائيلي، أن ندعم صمود المقدسيين، أن نكثف حضور المرابطين داخل المسجد الأقصى، أن نقف إلى جانب المقدسيين رأس الحربة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أن نقدم الدعم المالي والإعلامي والسياسي والقانوني والمعنوي والجماهيري. بهذه الطريقة يمكن أن نقول هناك أمة كاملة تحمل مشروعا للدفاع عن المسجد الأقصى، وليس سلة مباركة من المقدسيين فقط يقفون في وجه هذا الاحتلال. هل هذا يعني أن مصير القدس وفلسطين المحتلة ككل يكون على الصمت أو تحرك العربي، خاصة مع الخطة الأمريكية وما يعرف بصفقة القرن التي بدأ تجسيدها؟ نعم، هناك جهود دولية يعني تتصدرها أمريكا لحسم مصير القدس ولإخضاع الفلسطينيين ولحشر الفلسطينيين في مصير سيء حسب الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، على اعتبار صفقة القرن وعلى اعتبار ورشة البحرين الأخيرة وما إلى ذلك من تسريبات اليوم تتحدث عن ملامح هذه الخطة. نعم. هذه الخطة تقول أنه هذا الشعب الفلسطيني يجب أن يتحول إلى حشد
من البشر، لا هوية لهم، لا حقوق لهم، لا مقدسات لهم، لا تاريخ لهم، إنما يعيشون تحت الاحتلال بظروف اقتصادية محسنة. هذا المصير الذي تريده الإدارة الأمريكية اليوم، والذي يريده الاحتلال الإسرائيلي. لكن في المقابل الفلسطينيون قالوا كلمتهم، قالوا كلمتهم في مسيرات العودة، قالوا كلمتهم في انتفاضة هبة باب الرحمة، قالوا كلمتهم في العمليات البطولية الدائمة في الضفة الغربية، قالوا كلمتهم الأسبوع الماضي حينما اقتحم هؤلاء الشبان الأبطال، شابان ابناء 14 عاما، اقتحموا باب السلسلة وكالأسود هجموا على الجنود الإسرائيليين المتمترسين ظلما وعدوانا على أبواب المسجد الأقصى. الشعب الفلسطيني إذن لن يقبل بأن تفرض عليه المعادلات ولا الصفقات. شكرا جزيلا لكم رئيس قسم الأبحاث والدراسات في مؤسسة القدس الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت.